انفراستركتور ما خير في لي فاك باش نجمو نقاوموا بها ونجمو لي كلوب يكونوا نتاعنا فيها ما خير ونجمو نقدموا هذايا لوبجيكتيف الكبير. فما كات كلوب لي زورغانيزاتور اللي هما مايكروسوفت جوجل ايزاتيفانس اللي انا نمثلو وفما كلوب اخر اللي هو توني فيوتشر هذوما بالنسبه لي زورغانيزاتور من ايزاترادوس. فما دي زانفيتي موجودين معنا اليوم بون ماهمش انفيتي اما دي بارتيسيبون ينجمو يكونوا خاطر باش يعرفوا ما بيدهم بلي كلوب نتاعهم من برا ميليزيت من يزجي كيما يزجي راديو كما يزي مايكروسوفت فما اساسيسيون روتاراكت اللي لاهي باللي جون كيف ما نعرفوا فما يوروبوت هذوما دي ستيديون يسمعوا في اليوروبوت تصور راك تشوف حاجات كيما هكا فما ايفن ارتس كلوب اخر يعمل في ليزيفينمون في برج السدري يعني خليط نجم نقولوا بين تو لي دومين تو لي كلوب في الفيستيفال هذايا ابار معناتها التعريف هذايا نتاع لي كلوب موجود ان شاء الله ابارتير من بعد بون في فيديو كيف تعرف معناتها مش من بعد ديجا باش يكون صار الكونسير فما كونسير اللي ابارتير من ساعتين فيه بروموسيون تاع لي تالون جدد معناتها باش يطلعوا عليه عباد فما شكون اول مره سير سين شو اللي هو عنده موهبه في البلوز في الجاز في الراب في الجيم كيما فما شكون معناتها قاعد يخدم واللي هو البيت نتاعكم في الاندر جراوند هكا ولا ما نجمش لاني نقول نتاعكم خاطر نتاعنا انا نمثل ايزاتي باس مش راديو نويز دونك اللي باش يطلعوا لي تالون موجودين معانا زاد حتى في الميديا اللي يشجعوا فينا في الحقيقه كيما نويز اف ام مشكورين على فكره كيما توني شو اللي موجود وبرشا غيره موجود حتى الاذاعات يعطيهم الصحه اللي يحكيوا على ايفينمون هذا بون حتى خذوا بارتي صغير او عملوا دي انترفونسيون من الاول الاسبوع هذاك مش مشكل المفيد غزروا ليفينمون هذا باش يكون كونسيبت جديد وان شاء الله الفيستيفال هذا ليديسيون الاولى اليوم تكون في ليزيت وليزيديسيون جايين ان شاء الله يكملوا في اللي فات الاخير موجودين ان شاء الله سور سين جروب نتاع راب فليكا دي جون تالون اللي هاك باش تسمعهم سور سين فما جوك بوكس جروب بلوز باند فما نقطه عبور موجودين زاد غجر فما دي جون تالون اللي اول مره في الحقيقه باش يطلعوا سور سين كيما بون معلش حلمي باش يطلعوا اول مره مي فما بيل وجوك فما مريم اللي تعمل دانس موجوده كونديدا في برنامج يشبه كاين نسوي ثينك اند دانس في فيكشن نحبش نقول اسمها موجوده زاد في الافيش خاطر ضاعوا عليا الاسامي الكل اوكي شيك هكا دونك هذايا في البروجرام اليوم نتاع الكونسير وان شاء الله لي ستوديون يعملوا جو اكثر من انهم يعملوا جو يفهموا لوبجيكتيف نتاع الكونسير هذا محمد علي مرادي ستوديون جينا نشكاكم باش نعملوا جو مع بعضنا ما تعرف خمس سنين الناس الكل تعمل جو تبدا نستريسي ما تعرف حتى حال البلاد زاد الناس الكل ديما بوليتيك بوليتيك يستحقوا شيء يخدموا ارض شويه نقص شويه مستريس وقرايه وجيت نكسب وعجبتك حكاية مزيكا بخلطة اليوم يا سيرا ما نجموش نحط ما نجموش نحط مثلا نوع واحد مثلا مزيك باش عباد خاطر تجي ما تجيش انا نحب نوع واللي يحب نوع ما يلقاش الجور اللي يحب عليها دونك اسمكم خلطة باش راك تسمع هذه تتعرف على هذه وتشوف هذه وانا ماذا بك يطلعوا تشكد الاندر جراوند مش معروف فيها تشوف عباد كوميرسيال تلابس Les facs
كل انفيتي ناس كل انفيتي حناهم باش نجاو ماتيريال شباب على الاخر من اكسو ايكو ساوند معروف على الاخر اكثر كما قلت انت اندر جراوند كل شيء حتى خلبيز وستر عندي خلبيز اسبيرون هما اذا ثلاث سمايش معروفه في الايدي من مونيت وكل شيء يقدين برشا فهمت عملنا اللي بين مول الاول نجح تما باريبور ما ادري اللي مويا نتاعنا كل شيء اسمه فدينا حسابينا فدينا حبينا نعملوا في المو اخر نسميوه نعاودوها فهمتني اجين اما لا غالب ما هذايا نوفيل جينيراسيون جيل جديد عامل جدد مش لازم برشا فلوس ومش لازم هكا سبونسور وفلوس وواحد بين المويا اللي عندنا نعملوا حاجه مزيانه سون سبونسورين في بالي نلعب كل شيء بلاسك لو جونغ معناها عندنا با جونغ خاطر جروب توا جديد بزاف جديد فهمت دوكو مازلنا نلوجو في جونغ توا عندنا بار اكزومبل في الكيس جديد لاعب فلامينغو رومبا سكي معناها كيبتيو اسبانيول معناها فهمت وانا جيتي بلوس بلوس جروب حاجات هكا معناها فهمتني اون اسي دو تروفي فلاي تاعنا جديده وان شاء الله ان شاء الله نسيت في فلاي تاعنا دوكوي 2010 بدات الجروب كفكره بعديك بينا من الاول ثلاثه في الجروب وبعديك بدات تلم بشويه في اخر 2011 2012 لانسيت الجروب وبدات تلعب دي كونسير اوفيسيلمون نلعبوا في ستيل مخلط بين الروت والروك ونلعبوا ريجي وفانك Donc je me présente à Tahir Chano, on a un groupe Jukebox. Le groupe il est formé de 4 personnes, un guitariste soliste, un bassiste, un batteur. Moi je suis guitariste chanteur dans le groupe. Donc on s'est spécialisé dans le genre blues, funk, du rock and roll, dans tout ce qui est le slow blues, Memphis blues, Texas blues. Donc il y a du slow, du rythmé, on fait un peu de tout. Donc pour l'instant on est dans les covers. Prochainement on arrive à la septembre et la date de distribution des nouveaux albums. On compte composer quelques trucs. Donc il y a des faciles, blues, funk, d'accord. Le groupe a débuté il y a un an. Donc j'ai un peu de ça va pas, mais c'est commencement donc. Ça commence à bouger, on commence à jouer un peu partout, que ce soit dans les restaurants, voilà, les concerts, kiff-kiff, on est toujours demandé. Gina, je représente le club Derna, club Radio IEG, et pour faire la publicité pour notre bête de fin d'année. Hey, initiative, hey, taille, qui est la banane, taille, les concerts, voilà, il fait déjà HGP. Mon plus, diversité, HGP, mais il est الواحد والستيل موزيكال نتاعو ملي حاضرين دونك بيه برشا كي تلقى ان كونسير سي ديفيرسيفي ومنها باش العباد تاخذ ايدي اكثر على فما عباد ماخذين فكره خايبه ياسر على الجاز قالوا حكايه ترقت ياسر وما عرفش دونك معناها فرصه باش واحد يعمل ذكر باهي كما قلت لكم نويز اف ام راديو اندر جراوند بخبوش كوميرسيال l'équipe interne a 12 personnes hein, dans les compétences informatiques, graphiques, communication, musique, artistes, coachings. Maintenant, c'est Saïf, vice-président de la Saïf, à le Khadem, à l'équipe.